نرجع ونكرر، ما من حق اي مدير او اي ضابط اللي يريد يطلع يطلع، ما من حق مدير او معاون او ضابط يجبره. ارجع لي يا اسامه، اسامه الشوط رافع العلم العراقي ويرفرف فيه ويريد يطلع وما يخليه بس باعد. صور قدامك باوع الشوط قدامك، صور باوع ما يخليهم ينسون. باوع الشوط ساكت. يلا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا هناك دعوات لمليونية يوم غد الجمعة، مليونية مستمرة طبعا في ظل المظاهرات المستمرة منذ انطلاق ثورة تشرين، الآن اليوم 100 وصلنا ومستمرة هذه المظاهرات وهذه الثورة حتى إسقاط النظام ورحيل أحزاب العملية السياسية الفاسدة التي جاء بها المحتل الأمريكي وكذلك الإيراني. العراقيون يتحملون بصدور عارية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي اخترقت الصدور والرؤوس، ومع هذا هم مستمرون رغم عمليات الخطف المستمرة التي تنفذها الميليشيات والقوات الحكومية، رغم تستر القوات الحكومية على جرائم الميليشيات وانتهاكاتها، رغم القمع العلني الذي يراه الجميع ولا يتدخل ولا يتحرك، مع بعض طبعا التنديد والشجب الدولي الخجول نظرا لحجم الجريمة الكبرى التي ترتكب ضد العراقيين المطالبين بشكل سلمي بحقهم في الحياة وحقهم بالحصول على وطن. دعونا نتابع كيف اعتدت القوات الحكومية على تظاهرة طلابية نظمها طلبة جامعة واسط قرب جسر الأنوار مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وكذلك محاولة اعتقال بعض الطلبة الذين يطالبون بحقهم في التظاهر بشكل سلمي مشروع وحقهم بالحصول على وطن خالي من هذا القمع وتكميم الأفواه، فلنشاهد. مشاهدينا الكرام، طبعا في ظل استمرار هذا القمع نظل نتساءل لماذا تستمر هذه الدولة أو هذه القوات الحكومية أو هذه السلطة الحاكمة بقمع المتظاهرين العراقيين الرافضين لوجودها؟ يعني هذا التمسك المخيف الذي نراه في المنصب وفي الكرسي وفي السلطة، يعني ألا يعلمون أنه سيزول بسبب الإرادة بسبب الإجماع الشعبي؟ يعني هم باقون لمن تحديدا؟ هم باقون لمن؟ الغالبية تطالب برحيلهم، وإن كان هناك فئة قليلة منتفعة منهم فهي لا تقارن بحجم الشعب الكبير المتضرر من جراء وجود هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. هم باقون لمن؟ لماذا يستمرون بهذا القمع وإزهاق الأرواح؟ يعني ألا يعلمون أن هناك سيكون حساب في النهاية، أقصد حساب في الدنيا على يد المتظاهرين العراقيين الذين سيطبقون هذا الموضوع وفق قانون معين، قانون عادل سينفذ؟ يعني هي لو كانت دامت لغيرهم لما وصلت لهم. يعني ألا يعتقدون أن هذا الموضوع سيزول بشكل أو بآخر؟ الإصرار والتعنت على التمسك بالمنصب والكرسي والممتلكات والامتيازات التي حصلوا عليها
من جراء حكمهم في العراق. هذا الموضوع لن يستمر مهما حاولوا، هم لهم يعني عمر معين والجميع لهم أعمار معينة وستنتهي، وكذلك بقاؤهم في المنصب هو أمر وقتي وليس دائمي. لماذا الإصرار بهذه الطريقة على إزهاق أرواح الناس المطالبة بحق بسيط جدا؟ هم لم يوفروا لا سكن ملائم للعراقيين، لا حياة ملائمة للعراقيين، لا ماء، لا كهرباء، لا أمن، أبسط مقومات الحياة لم يوفروها للعراقيين. نتساءل اليوم مشاهدينا الكرام، كيف تابعتم هذه الثورة بعد مضي 100 يوم عليها، وكذلك الدعوات لمليونية يوم غد، كيف تتابعونها، وكذلك ما ردود أفعال الشارع العراقي على استمرار الحكومة بقمعها وتكميم أفواه العراقيين؟ طبعا في الوقت الذي نتحدث فيه الآن تحدث في محافظات عراقية عمليات منع مستمرة لطلبة المدارس والجامعات من قبل قوات حكومية أو من قبل القائمين على المدرسة أو الجامعة، إن كانوا كوادر تدريسية، مدراء أو معلمين. هناك في محافظة بابل وفي محافظات أخرى عمليات احتجاز للطلبة في المدارس، احتجاز إغلاق الأبواب وإغلاق الشبابيك ومنعهم كأنهم في سجون من أجل التظاهر والإضراب عن الدوام بسبب عدم رغبتهم بالاستمرار في هكذا بلد. دعونا نشاهد في محافظة واسط، وعلى أثر طبعا دعوة المعتصمين للتوافد جاءت أعداد ضخمة جدا من المعتصمين من أجل الاستمرار بالاعتصام والتظاهر حتى تحقيق مطالب الثورة، فلنشاهد. لكن اللعب هذا حد انتهى. دوام ماكو. اسمع. إذا واحد يقرب للمدرسة، لو يجي للمدرسة، لو يقطع على شارع، لو يقول دوام ماكو، إلا يذبحني الله. وأنا قائد الشرطة وحجي. سيدي مرخصة. إلا يفوت على جلدي يوصل للمدرسة. الكل تنسحب. اسمعني. إذا واحد يحكي بنفس يقطع مدرسة، لو يمنع شارع، لو يحرق له تاير، أنهيه من الوجود. طبعا هذا قائد شرطة محافظة واسط مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم بهذه الطريقة هدد بقتل أو محي من الوجود، خلينا نجيب هالجملة النصية، محي من الوجود لكل من يحاول أن يقطع طريق. طيب طبعا بعد هذه الخطبة اللي ما اهتم لها أصلا المتظاهرون، توافدوا بأعداد كبيرة جدا في المحافظة ومستمرون في التظاهر. هذه الأصوات هي دلائل بسيطة جدا على طبيعة تعامل الحكومة بقواتها وميليشياتها مع المتظاهرين. صوت كلمة الحق هو مرفوض. من يحاول أن يطبل للجهاز الأمني في العراق يشاهد هذه النماذج، ويشاهد قائد عمليات البصرة، ويشاهد ما الذي فعله جميل الشمري في الناصرية، ويشاهد ماذا فعلت قوات السوات في كربلاء، وكذلك يشاهد ما الذي حصل منذ أول يوم في العاصمة بغداد، جميع الجسور، ما حصل في مجزرة السنك، وكيف دخلت هذه الميليشيات وارتكبت جريمتها وخرجت والقوات الحكومية تشاهد، وغيرها. وقضية بداية التظاهرات والقناص الذي كان يرمي من على الأسطح وتشاهده القوات الحكومية، وغيرها وغيرها وغيرها، طبعا جرائم كثيرة. فمن يحاول أن يرسل صورة أن القوات الحكومية في العراق تسعى إلى حماية المتظاهرين، هذه نماذج منتشرة في المحافظات العراقية بشكل عام تثبت أن هذا الجهاز المخترق منذ أول يوم في الاحتلال جهاز لا يعتمد عليه في حماية أرواح الناس، أقصد هنا الجهاز الأمني بشكل عام بكافة صنوفه وتشكيلته، وهذا حديث عراقيين إن كانوا مواطنين أو محللين. سيد حسين من السعودية تفضل. حياك الله، أهلا وسهلا. كيف الحال أخ محمد؟ أهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك. أيوه يا أخ محمد. نعم. أيوه، بالنسبة لليوم اللي في واسط هذا الضابط اللي بدأ يهدد الزو، أنا سوف أثنيكم وأنا كذا وأنا، هذا للأسف ما هو عراقي، هذا إيراني. يعني هم للأسف لما يقول للحكومة، والحكومة ما في حكومة عراقية، العراقي الشريف ما يفعل كذا. شوف الحرمة اللي بتخبز ذي أم برير يا أخي، حرمة شريفة تقول أنا متوفي ميت علي 4 أولاد رايحين، وأنا بيت بالصوت والصورة قالت شوفوا كيف بيتي يخر عليه وبيت كذا،
وين هذا الخبيث؟ فيلق قدر وفيلق وفيلق قدر وفيلق العصايط الخبيث هذا قيس القزعلي والمقتدى القدر وال بدون تجاوزات ابو حسين سيد حسين بدون تجاوزات على اشخاص كلمني عن سياسات وانتقل. لا للاسف يعني هالحين هم يشوفوا الحرمه الشريفه دي اللي بيتها منهار وهي جالسه تشتغل وتخبز وهذا الضابط اللي بيهدد دول يقول والله سوف افنيكم من الوجود يا اخي اتق الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. ليه تفعل الفعل هذا انت يا اخي؟ كل ما من على الارض ثاني ما يبدا الا وجه ربك. ليش هذا وبعدين وين حقوق انسان؟ وين امم متحده؟ وين مجلس امن على هالشباب الطيبين الطاهرين النقيين يا اخي؟ ليش الماساه ينالونها هؤلاء يا اخي؟ الاولى الاحزاب هذه الفاسده اللي تعدم واللي وبعدين جنازه رمزيه حق الكلب هذا قاسم سليماني والمهندس يا اخي حرام يعني يكفي اللي سوى في الصقلاويه وفي الفلوجه وفي جرف الصخر يا اخي حرام والله ما فعلوا اسرائيل قسم بالله ما فعلت ما فعلوا هذول اصحاب الاحزاب الفاسده ذي. نعم سيد حسين كنت معنا من السعوديه انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. ابو محمد من بغداد تفضل يا ابو محمد. ابو محمد الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ محمد؟ شلون صحتك؟ حياك الله اهلا وسهلا. والله استاذ محمد هاي المسرحيات احنا شبعنا منها. يا مسرحيه يعني هاي مسرحيه ورا مسرحيه. قالت ايران وحشت امريكا وضربوا صاروخ وضربوا يعني هو هذا حرب هذا لو افلام كرتون لو مسرحيات هي هسه هم انكشفوا. طيب احنا على حقيقتها. انا متفهم حضرتك باللي تقوله لكن اليوم موضوعنا موضوعنا اليوم 100 يوم 100 يوم انقضت على ثورة تشرين وغدا دعوات لمليونيات في كافة المحافظات العراقية، شلون شفت الثورة حتى هاي اللحظة اللي وصلت بها أداء الثورة المتظاهرين وكذلك شو تقول لمن يدعو إلى مليونية يوم غد؟ والله إن شاء الله مو مليونية، ملايين. حيل الله. نعم. ملايين العراقيين إن شاء الله يتوجهون باكر كل الساحات. نعم. بإذن الله تعالى، لأن هي الساحات هاي اللي خلت أمريكا وإيران يذبحون. وإن شاء الله ما يقدرون بالعراقيين. العراقيين حسوا وعرفوا إيران هاي أفلام كرتون اللي تمثل علينا ويدعون أنهم على أساس هم دولة ودولة إمبراطورية، هم دولة هم ناس سائغين عايشين على العراقيين، على النفط العراقي عايشين وعلى البوق وعلى السرقة وعلى القتل. نعم. وعلى المتعة. هذول اللي ما عندهم لا دين ولا جمهورية إسلامية وهم ما عندهم كل ذرة من الإسلام. والله العظيم ذرة من الإسلام ما عندهم ذول. آية الله العظمى وهو ما يعرف يحكي كلمة الله أكبر. ما يعرف يتكلم. أبو محمد يعني حتى لن توسع. شلون شفت الثورة بيومها المئة 100 يوم من نزيف الدماء؟ من إصرار الشباب على المضي حتى إسقاط النظام، شلون شفت هاي الثورة حتى اللحظة؟ ثورة عظيمة وهاي الثورة عراقيين أصلاء دولة. هذول هم العراقيين الأصلاء دولة هم الأبطال، هم ذول اللي وحدوا العراق عمي من الشمال للجنوب. نعم. هم ذول من وحد العراق؟ أبو عمامة اللي جايني مزور من إيراني من إيران ومن باكستان. لو يجيني واحد هذول العمايم المزيفه هم هذول اللي فرقوا العراقيين. وهذول الشباب على التيك توك هم اللي وحدوا العراقيين، هذول اللي هم رضعتهم من حليب طاهر. نعم. اشرفوا العمايم المزيفه اللي فرقوا الاسلام وفرقوا الامه، بس ان شاء الله هذول الشباب ما يخلون هنا بعد لا اعمار مزيفه هنا بالعراق. نعم. وما يخلون ذاك واحد عميل لاي دوله. أنا ما أقول لك أنا بس إيران. نعم. أي دولة حتى أمريكا عم تطلع من العراق. هي نعم. أمريكا هي جابت هذول العمايم. نعم. أمريكا هي جابت هاي العمايم على العراقيين. وهذا الدم اللي سار من العراقيين إذا مشي بالشمال وبالجنوب والله كله سار ما ننسى إلى يوم القيامة من أمريكا ومن إيران. نعم. شكرا جزيلا أبو محمد كنت معنا من بغداد. معنا السيد محمد من هولندا تفضل يا محمد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. كلمة شريفة. أهلا وسهلا. والله الثورة بتكرر مرة إن شاء الله وبتستعد ازدهار وتزيد يوم عن يوم. يعني كنا في البداية محمد نشوف ثورة في الجزائر والسودان. يقول ليش ما الشعب العراقي يتحرك؟ وهذا هو الشعب العراقي اللي يقدم شهداء. يقدم جرحى ومتطفين. بس هو يعني مستمر لو يزيدون يعني شعب عنيد يعشق الشهادة. نعم. أنا شفت عندكم ملطة طلعتوه بالنسبة لمدارات البصرة. أها. شفت يعني متظاهر يرمي المنتسب الإيراني بالحجارة. هو نعم. عنده بندقية يعني. تشوف نعم. الإصرار والعناد. وشفنا أهل الناصرية من قالوا يحرقون الخيم لكن طريقته مستمرة حتى ينام بالشارع. الشعب يعني يحمل جينات شعار الجون الحمد لله يعني إن شاء الله. التصريح. أما بالنسبة لهذا العامر يقول من أمحي المتظاهرين اعتيادي تمحي المتظاهرين لأنه إذا ما محيتهم راح يمحون راتبك لأن أنت بد واحد منتسب بس أنا لو المتظاهرين يقول ساكتين هو يحكي بالطريقة هاي واحد منكم يضربه على حق هذا المنتسب وشكرا لك شكرا يا محمد من هولندا يتعامل المتظاهر بالعراق بأخلاقه وهي هكذا نماذج يسمعون منهم يسمعون منهم هاي الجعجعات وهذه التهديدات لكن في النهاية ينفذ ما يريده الشارع العراقي وما يريده المتظاهر العراقي بعد هذا التهديد في واسط جاءوا بأعداد مضاعفة وملأوا الساحات ومستمرون طبعا لأن الدعوة اليوم غد مليونيات إن شاء الله من معنا الآن؟ السيد أبو هاجر من كندا تفضل بصراحة أني أحيي قناة الرافدين هاي والقناة العظيمة اللي دائما وأبدا علمتنا من 2003 لحد الآن الحديث وطرح المواضيع الوطنية التي تخدم الشعب العراقي والتي تكشف وتفضح نوايا ومؤامرات الأجنبي على هذا البلد المعطاء بصراحة أنا أدعو إخواني المتظاهرين والثوار في ثورة تشرين المباركة أن لا يملوا ولا يكلوا هذا طريقنا هذا طريق الجهاد هذا طريق الرحمة لهذا البلد العظيم هذا البلد الذي ضحى بسيرة شبابه على مر العصور لا نسمح للمؤامرات الأجنبية ومؤامرات كيد الكائدين أن تنال من عزيمتنا نعم. طبعا هم الأعداء هذا البلد راح يخططون كيف أنه يحاولون أن يمتصون أو يلتافون على إرادة الثوار لكن إرادة الثوار كما يبدو لنا أنها صلبة جدا نعم. نحن هنا في كندا كل العراقيين أغلب العراقيين يعني أكثر الناس عيونهم وقلوبهم مع المتظاهرين مع الثوار نعم. مع قادة هذه الثورة العظيمة ونتطلع أن يكونوا هم المنصورين بإذن الله نعم. ودعانا لهم ليل نهار نعم. بأن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم الطريق وهيئ لهم قادة ربانيين يخافون الله في هذا الشعب وفي أرضه وفي سمائه نعم. وفي خيراته وفي أمنه ومستقبل أبنائه وكذلك نتمنى في هذا اليوم المبارك أن يعز إخواننا الثوار بنصر قريب إن شاء الله فقط نرجو من عندهم الصمود الصمود غير الصمود ما وأنا أكد لهم بأن الله سبحانه وتعالى حافظ لهم أجرهم عظيم يوم القيامة أجرهم عظيم يوم القيامة إن شاء الله هم نعم. المنصورين وإذا الله سبحانه وتعالى ما وعدهم بنصر يوعدهم بثواب عظيم يوم القيامة لكن أنا متأكد الله سبحانه وتعالى رح ينصرهم لأن الخزي والعار لمن تآمر على العراق من عام 2003 ولحد الآن أو من عام 80 ولحد الآن نعم. ونشد على أيديهم وعلى صبرهم وعلى تضحياتهم ونحن بأرواحنا فداء لهم بارك الله بك أبو هاجر كنت معنا من كندا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة السيدة أم عمر
من السويد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف تحية والشكر لهذه القناة اللي دائما أخبارها واقعية وصحيحة، وتتعبون والله هواية وتتقلون شغلات اللي صح إحنا بالخارج بس بقلوبنا كلها ويا هالمتظاهرين ذولي. وهذا اللي طلع مسوي نفسه قائد شرطة الكوت، هذا من شكله من بين قائد هم جايبي دمج وحاطي يتحلف ويتهدد على تاج راسه، يتحلف بهالشباب الأبطال اللي يحمون بلده يحمون عرضه، أكو هي أحلى من الشهادة يستشهدون في سبيل وطنهم. هو جاي يسوي بإصبع، إن شاء الله هذا إصبع ينبتر ويبتروا هم الأبطال أبطال الكوت ويسحلوا ويخلوا عبرة لمن اعتبر. شكراً وإن شاء الله ينصرهم عليهم ويزيحون هاي الطغمة اللي لملمونا إياها من الزباير وخلوها حكام للعراق، وهاي الفضائيات اللي قاعدة ترفع وتكتب فيهم مصعدته بالدج والقائد الفلاني قائد الفيلق. هم داي مولون، هم داي مولون هاي القنوات، هي أغلبها فاتحة أحزابهم. أي هي أحزابهم، هي شنو أحزابهم هاك زي طلعوهم كلهم حطة وعم كل من إجوا لبس عمامة. مثل ما قال الإمام علي، سئل الإمام علي رضي الله عنه من هم الفجار، قال الذين لبسوا لباس الدين، ظاهرهم التدين وباطنهم رذيلة. هم باطنهم رذيلة مثل ولابسين هاي عمامة خليها فوق راسهم، خلي يتقون. إذا هم يتقون الإمام علي خلي يشوفون أقوال سيدنا الإمام علي، خلي يشوفون أقوال الحسين سيدنا الإمام علي. لو بس ظاهرهم ولابسين العمامة ودينين ودينين ومشي ويسبح كل من إجى لبس عمامة وقال أنا دين. شكراً. إن شاء الله يتقبلون. شكرا أم عمر، شكرا جزيلا، كنت معنا من السويد، وضحت الفكرة معنا. السيد سعد من السعودية، تفضل. سعد. ألو، السلام عليكم يا أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا والله الحين بالنسبة للحكامنا في الخليج، حكامنا في العرب، يعني إلى متى بتبقون سفارتكم مع هذه العصابة؟ والله شيء مخجل الصراحة. وأنا أشكر المتصلين، هذا أم الوالدة هذه اللي الله يحفظها، أم عمر والأخوان اللي اتصلوا كلهم، يعني كلامهم هذا يحرك دول. كيف عاد الأرواح راحت وكيف هذا؟ المهم اللي أنا بقوله إنه الله توعد إنه ينتصر حتى للكافر كان مظلوم، فما بالك المسلمين وأنتم معاكم الله. وإن شاء الله بأمر اللي ما تنم عينه، هذه الحناجر اللي أسقطت الطغاة وأسقط أكبر طاغية سليمان الخنزير هذا وأعوانه راح تسقط كل هذا الباقيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك. السيد سعد من الكويت، تفضل. يا ترى بيك يا أستاذي، أولا التعدي على المتظاهرين جريمة النكراء غير لائق، غير لا يجوز، غير مقبول. التهديد والوعيد والاعتداء والنرفزة والصراخ مرفوض جملة وتفصيلا. يأتي مثلا من عسكري أو ضابط أو مقدم أو نقيب يا أستاذي، هذا لا يجوز، لا بد أن يعبروا عن رأيهم الحر يا أستاذي. تعبير الرأي مقبول بالقانون محليا ودوليا ولا يجوز، ويجب محاسبة من اعتدى وعدد المختطفين والمعتقلين داخل الزنزانات ومحاسبتهم وإحالتهم إلى مجالس تأديبية تؤدبهم، سواء كان ضابط أو مقدم أو ثلاث نجم وغيره من رجال جزئيات. طبعا نتحدى عن جزئيات لا يليق بهم هذا العمل. تحياتي لكل البرنامج. شكرا يا سعد، شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن المتظاهرين العراقيين مستمرون في التمسك بنهج السلمية، إلا أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بوطن أو كفن. هكذا يرى العراقيون واقع الحال الذي يعيشونه في ظل التعنت المستمر لهذه الأحزاب بترك المكان والرحيل، وكذلك لأنهم يشاهدون أن لا أذان مصغي لهم من قبل هؤلاء الساسة، وبالتالي إصرارهم هذا بعد وصولهم إلى قناعة أن لا وطن إلا بالصمود والوقوف في أماكنهم بشكل سلمي طبعا، حتى تحقيق هذا المطلب وحتى تحقيق
الحلم بإسقاط هذا النظام ورحيله وبناء وطن جديد للعراقيين مؤسس وفق نظام عادل أساسه القانون والعدل. هذا هو ما يطمح إليه العراقيون، ولذلك عندما يقولون العودة إما بوطن أو كفن هو يعني تعبير بسيط جدا عن حالة الإصرار التي يعيشها العراقيون وتمسكهم بمكانهم في الساحات حتى رحيل هذا النظام. السيد أبو علي من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر قناتكم ومواكبه الحدث وبنفس الوقت انتوا يعني القناة اللي تنقل الحدث أول بأول مثل ما هو. نعم حبيبي استاذ محمد، بالنسبه للمتظاهرين احنا ما نقول بعد عليهم متظاهرين، دول ثوار، هم ثوار العراق الشمال للجنوب، هم اللي يقودون الوطن باكر عقبه ان شاء الله، احنا متأملين منهم كل خير ان شاء الله. بس انا عتبي على هاي الامور اللي تصير، يطلع هذا شفنا هذا قائد شرطه فاصل، يعني هذا يعني ما يستحي يعني ايش قال من نفسه، يعني ما خل ذره خجل من عنده. ما هو الحاله مو اول حاله، هو ليس اول حاله صحيح، مو اول حاله، بس هو لما يطلع امام الجمهور ويسوي شيء ذبح، يعني شنو انت ميليشيا لو 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 تمثل نظام اذا اكو نظام، بس ولو العراق ما بي نظام، لو اكو نظام ما تهجرنا، لو اكو نظام ما راحت ولدنا، لو اكو نظام مو غيبوا ولدنا ومن عندهم، ولو اكو نظام مو يقدر يهدد ميليشيا موجوده بالعراق من هاي الميليشيات المنتشره. والله هو اذا هم نعطيهم الضوء الاخضر مثل ما يقولون الطرف الثالث، يعني هم يستحون يقولون ايران. لا انا اقصد هذا الضابط بهاي السلطه وبهذا التهديد يقدر يسوي نفس اللي سواه على قائد ميليشيا او مجموعه من العصابات المنتشره بالعراق، يمكن يختفي بعد ما حد يعرف وين. لا ما يقدر، لان اعرف، لان هو مسيطر عليه اكيد، هو مسير. نعم. وانا عندي هم يعني ملاحظه فضل. على بعض الامور، يعني ما اعرف انا بالوقت الحالي، يعني شو مع الاسف شيوخنا احنا اللي ينشف ظهرنا بيهم. يعني ليش قسم من الشيوخ ليش هسه اصواتهم مختفيه وما دا يوحدون الشباب؟ يعني ما اعرف، هم المفروض يعني يصير نرجع نكرر ونقول ونكرر ونقول، وين مضايفهم؟ وين عزائمهم؟ وين كلمه الحق مالتهم؟ زين انتم من تمشون بطريق وطلعتوا وايدتوا الثوار، زين ليش ما تواقفوهم اول باول؟ ليش تخلون الميليشيات تجي تتدخل تذبح وتخطف وتغيب ناس؟ ليش؟ يعني ما تستنكرون؟ طلعوا استنكروا، يعني هذا وطنكم، يعني الى متى احنا نبقى ما نعرف يعني وين ندير وجهنا؟ ليش؟ نعم ابو علي انا اشكرك، كنت معنا من الولايات المتحده الامريكيه، معنا السيد احمد من كربلاء، تفضل يا احمد. فقدنا اتصال مع السيد احمد. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن أحمد من كربلاء عاد مرة أخرى. أهلا بك يا أحمد، تفضل. أحمد هل تسمعني يا أحمد؟ السيد أحمد من كربلاء يبدو أنه لا يسمع. شكرا لك. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي حضرتك ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي علمائنا وأساتذتنا والمناظرين والأكاديميين وأساتذة القانون وكل من ينتمي لتراب وطننا الغالي. حياك الله. أما يا سيدي بالنسبة حضرتك تقول بالنسبة لنظام العصابات متشبث بالسلطة لماذا ويقتل الأبرياء لماذا؟ نعم. هم عارفين سيادتك إن ارتكبوا أبشع الجرائم، تمام؟ وموثقة، والأمريكان موثقاها والأمم المتحدة موثقاها وكل العالم. فهم بيتشبثهم بالسلطة، بيقول لك طول ما أنا في السلطة وطول ما أنا مستولى على الحكم أو السلطة أو يعني ما شابه ذلك فأنا في مأمن. هذه القصة. وفي نفس الوقت إن هم يأمنوا العقوبة لأن ارتكبوا مئات الملايين من الجرائم. وهي المقابر الجماعية واضحة، أطفال ورضع وبار صغيرين، كل العالم عارف جرائمهم. فهم يتشبثوا بالسلطة، يعني بمعنى صح يقول لك إيه، يا علي الشعب، بمعنى صح يعني أموت الموت، يعني يفضلوا الموت أفضل إن هم يسيبوا السلطة جبان ومش اقتلاح. وأما بالنسبة حضرتك لقائد الشرطة، يعني تهديده لإخواتنا وأهلينا شيء مؤذي جدا. أنت رجل أمن، رجل شرطة، يعني مهمتك تحمي أرواح الناس، دي وظيفتك. أنت موظف عندي الشعب، مرتبك من إيدي، من موارد الشعب. هذا الموضوع نساه العراقيون سيد مصطفى. من 2003 الموضوع هذا نساه العراقيون، أن عنصر الأمن وظيفته حماية البلد وثروات البلد. هذا الموضوع نسيناه يعني. لا يا سيد، أنا أختلف مع حضرتك في النقطة دي بالذات. شعبنا العراقي عمره ما ساب القوانين. وشعبنا العراقي ده هو اللي أسس القوانين في العالم كله، هو اللي أسس الشرف والعزة والاحترام للبشر، عمره ما تخلى عن القوانين. أنا قصدت رجال الأمن يا سيد مصطفى، أنا قصدت رجال الأمن لم يقوموا بواجبهم منذ الاحتلال ولغاية اليوم. فكعراقي، كمواطن عراقي، يعني لم يعد يرى أمامه عنصر أمن وظيفته حماية الدولة وحماية المواطن وحماية الثروات، يجد مجموعة من العصابات والميليشيات هي التي تقود البلد. هذا ما قصدت. نعم 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 نعم، اعتذر لحضرتك. بالفعل مظبوط حضرتك، كل اللي قلته مظبوط. هو رجل الشرطة حضرتك اصلا يعني خايف ينحاز لشعبه العصابات والميليشيات والاحزاب هيدبحوه. واديك حضرتك شفت ايام المعمم الايراني ما كان داخل بماده المخدرات، ضابط شرطه بس يفتشه. شوف لجنه دافت المخدرات في العمه، يعني شوف الدجل والشعوذه دافتها في العمه، وداخل بحجه ان هو راجل دين وراجل ثقه وراجل يحمل كتاب الله وتفتشه. شوف ايه عقابه اللي حصل، الله اعلم عملوا فيه ايه. يا ريت تفيدونا عنه، عن الضابط الوطني ده المحترم اللي فتش مجرم زي ده ودخل لنا الاذى لاوطاننا. فهو فعلا ضابط الشرطه لا حول له ولا قوه مجبر، لكن لو انحاز لشعبه اقسم لك بالله شعبه هيحميه، ولو الجيش انحاز لشعبنا البطن هيحميه، وهينحازوا في نهايه المطاف هينحازوا، لان الشعب ده هو صاحب الارض، هو صاحب السلطه، والله لو انحازوا شعبنا قادر يحميهم. شكرا يا مصطفى، يعني اشكرك. طبعا هي وجهه نظرك تحترم بشكل كبير جدا، وحضرتك تفضلت بما لديك، لكن يعني نعم لو خليت قلبت، وهناك أكيد نماذج وطنية في القوات الحكومية رفضت أن يعتدى على المتظاهرين، حاولت أن تؤمن لهم طريقا. شهدنا كثير من المقاطع التي نرى فيها بعض الإرشادات من بعض عناصر الحكومية بتوجيه المعتصمين أو المتظاهرين إلى أماكن آمنة، ربما خوفا عليهم من رصد الميليشيات لهم وقتلهم أو حتى أن يقتلوا من قبل قوات حكومية أخرى. لكن هذه النسبة ليست نسبة كبيرة في ظل حجم الانتهاكات الكبيرة جدا التي تحدث على المتظاهرين أو ضد المتظاهرين. الواقع في العراق الآن يقول أنه الجهاز الأمني، الجيش، بعد أن حل وتم إنشاء جيش بنظام الدمج ونظام دمج الميليشيات معه ونظام من ليس كفئا وليس خبرة في الشؤون العسكرية أن يأخذ مكان أو رتبة عالية ويقود فرق ويقود ألوية ويقود قوات، هذا ما دمر الجيش في العراق والقوات الحكومية، وأن يؤسس على أساس طائفي. وبالتالي معظم الخروقات ومعظم ما نراه الآن على الشاشة هو نتاج ما سمحت به أحزاب
وحكومات ما بعد الاحتلال أن يكون عليه النظام الأمني في العراق، القوات الحكومية بكافة صنوفها. هم سمحوا بذلك، ولذلك هذه النتيجة. ما يراه العراقيون من تهديدات ومن قمع هو نتيجة ما بنته وسمحت ببنائه أحزاب وشخصيات السلطة الموجودة وحكومات ما بعد الاحتلال. من معنا الآن؟ السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها، وبارك الله بكم. هاي القناة الأصيلة العراقية اللي هي تخرج صوت العراقيين، يعني يبين للعالم أجمع بأنه هذا العراق اللي صار له 16 سنة مظلوم من قبل هاي أحزاب السلطة اللي جاي حكمة العراق من 2003 ولحد الآن. احنا بتظاهرنا اللي متواصلين في ساحة التحرير وكافة المحافظات اللي موجودة ببغداد بالناصرية وكربلاء وكل محافظاتنا العراقية، متواصلين بتظاهرنا، وإن شاء الله تكون باقي هي سلمية من أجل تحقيق المطالبنا. هي مطالبنا إسقاط هذه الحكومة الفاسدة، ليس بحكومة وإنما حكومة أحزاب اللي بينت هاي التظاهرات الأخيرة للشعب العراقي وللعالم أجمع. لا توجد حكومة عندنا في العراق، بل يوجد أحزاب ميليشيات، منهم حزب الله وعصاب أهل الباطل وكثير من هاي الأحزاب، الأسماء اللي أتوا بها من 2003 ولحد الآن. هذه الأحزاب اللي قمعت المظاهرين وكتلة المظاهرين، وكان يقولون انه سوف نحقق في هذا الموضوع واجراء التحقيق في هذه القتل وفي هذه الدخول للمظاهرات. لا ما شفنا اي تحقيق واي شغله بادره اذا كانت موجوده دوله تقابل هذه الاحزاب. فهاي الدوله ما موجوده، هي الاحزاب اللي جاي تحكم. لو كانت اكو دوله في العراق لحكمتها على الاحزاب هذول اللي قاعد تفعل بالمظاهرين في قبل يومين بالناصرية والبصرة وباقية المحافظات حتى في ساحة التحرير، اللي هم جادي أذون المظاهرين بالإسلاح الأبيض أو بالبنادق بأي وسائل القتال الاستعراض اللي يدخلون بها ساحة التظاهرات. لا يوجد حساب لهم أبدا، لا يوجد رد لهم نهائيا. يعني يطبون يحرقون يعتقلون شي يسوون بالمظاهرين، ولا يوجد حكومة من تحاسبهم. فبينت للشعب العراقي بأنه لا توجد حكومة في العراق، لا توجد حكومة في العراق، يوجد أحزاب وميليشيات قتل الشعب العراقيين وإبادتهم. لكن إحنا هاي الأحزاب إن شاء الله بعون الله متحدين وباقين، وكشف الشعب العراقي للعالم أجمع بأنه هذه الحكومة لازم تزال، لازم تزال من أرض العراق، لازم تزال، لأنه قمعت الشعب العراقي 16 سنة. وإذا سكت الشعب العراقي في هذه الأيام الأخيرة الذي يتنفسون بها هم الأحزاب، لكانت الوضع يصير الشعب المظاهر اللي طلع الظاهر، وراح يصير أكثر مأساة بالشعب العراقي على اللي باقين ساكتين بالبيوتهم واللي ما قادرين يطلعون. فعلى الشعب العراقي بأجمع كله باكر غدا إن شاء الله يطلع الشعب العراقي في ساحة التظاهرات ويواصل تظاهرة من أجل إسقاط هذه الحكومة ونجاح هاي الثورة وإخراج الأحزاب التي أتت من إيران وكافة الدول المجاورة. أتت حكمة الشعب العراقي وبينت بعد ما لها سكوت نهائيا نهائيا، بينت لا توجد حكومة بل يوجد أحزاب. وحتى هذا الشرط اللي قبل شوية العميد الركن في محافظة الكوت هذا اللي موجود أيضا ما يدعى به أنه الشرطة العراقية، فهو أيضا معهم متآمر ضد هذا الشعب. هذا الرجل اللي قادر يحكي على مجموعة من الطلاب، هو ما قادر يحكي على ناس أكبر من عده، يحكي على مجموعة أصغر من عده. فهذا عيب علي وخزي علي أصلا، خزي وعار يتكلم هيك طريقة وهي طلاب هم طيب. قدوة المجتمع. فمع الأسف أن هيك نماذج اللي جاي تحكم مثل هالأمثال ما يسمى به الدولة، فهذولا مجموعة رادين للأحزاب وما يرضون على الحكم اللي الوضع اللي صاير. شكرا يا أبو عمر، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكرة. معنا الآن السيد الكناني من ميسان، تفضل. يا الله، تفضل، حياك الله.
يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ زين إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله. النقطة الأولى أن الحكومة الفاسدة هذه عليها لعنة الله وعلى من يؤيدها، نتفق على أنها فاسدة بالضرس القاطع، هذا أولا. ثانيا الاختلاف في طريقة حل مشكلة هذا الشعب المظلوم مع هذه الحكومة الفاسدة. واضح؟ طيب. اللي يصير الآن من مظاهرات ومن هذه الأساليب اللي تستخدم، هذه أنا أختلف معكم بها. ليش؟ بعدة وجوه. شنو هي بس عفوا يا أساليب؟ سيد الكناني. للأسف فقدنا الاتصال مع السيد الكناني. عاود الاتصال مرة أخرى حتى نفهم من حضرتك شنو اللي تريد توصله. أم آية من الجزائر، تفضلي. فقدنا الاتصال مع السيدة أم آية من الجزائر، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. عموما نقرأ سريعا الرسائل الواردة. إيمان النشمي من النمسا تقول السلام عليكم، أكتب هذه الكلمات للذيول، أتمنى تقرأوها، الغيرة لا تنشر وتنباع، هي وشم بقصة راعيها، الذيل من المهد واطي، ما تقدر تعلى وش ما يعلى قصة حانيها. شكرا يا إيمان. رسالة تقول أنا عمار من الرمادي، شلونك أستاذ محمد؟ أنا عمار، دزيت لك قوائم المعتقلين الرزازة، أريد مساعدتكم ويانا، أريد نعرف مصيرهم وين. شكرا يا عمار، نعم وتحدثنا في هذا الموضوع وإن شاء الله نقوم بعمل ما نستطيع، شكرا لك. السلام عليكم، لا توجد سيادة في العراق. طيب، لكن ستعود سيادة العراق عندما تنتصر الثورة. نوار من هولندا، شكرا لك يا نوار، أو لك حسب يعني. علاء النشمي من النمسا يقول المفروض أن تكون الشرطة في خدمة الشعب في كل أرجاء المعمورة، عدا شرطتنا شعارها الشرطة في قمع الشعب. شكرا لك يا علاء. رسالة تقول طبعا تهكم على ضرب إيران قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بالصواريخ، وهناك حملة موجة كبيرة من السخرية على صواريخ إيران سموها الجيزرات. طيب، مساء الخير عليكم وعلى الأخوة المتابعين لهذا البرنامج الناجح والذي حصد الكثير من الإنجازات خلال ثورة تشرين. عموما إذا أراد العراق أن يستقر فعليه محاربة من هم عملاء إلى إيران. إيران لم تصنع للعراق كما صنعت أمريكا. نعم أمريكا تعتبر دولة محتلة في العراق، لكن تعمل على إعادة إعمار العراق عكس ما تفعله إيران من كثير من المندسين سواء في الحكومة أو غير ذلك. دعم إيران للعراق هو دعم يختص أشخاص معنيين دون الشعب العراقي، وشكرا. شكرا جزيلا لك، يعني وجهة نظر. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحية طيبة لكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. يقول أستاذ محمد، إيران وأمريكا متفقة على تدمير العراق بالكامل، شعبه ومقدراته الاقتصادية والعقل يفهم، وعلى الشعب أن يأخذ دوره، والمتظاهرين والثوار أن يعيدوا حساباتهم ضد الاحتلال والأحزاب بالكامل وعملائهم، والرهان على الوقت، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. هكذا يرى، لكن أبو حاتم من الموصل نحن تحدثنا كثيرا وهو يعني لديه وجهة نظر بالإصرار على طرح فكرة القوة، وطالما قال المتظاهرون والثوار أن السلمية هي الحل فخلاص يعني المفروض يعني نتفهم هذا الموضوع. طبعا سنقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل. رسالة تقول تحية لقناتكم الصادقة، هؤلاء قادة الشرطة استلموا مناصب ورتب هكذا بدون أي خبرة، أي منطق أو لغة مؤدبة ما عندهم، ولكن متظاهري العراق أكبر وأرقى مستوى منهم، والله ناصر الثائرين الأشراف وهم تاج رؤوسنا. ندى من الدنمارك، شكرا لك. أحد الأشخاص أرسل لنا تسجيلات صوتية حقيقة لا يمكن أن تعرض في الحلقة. عموما شكرا على التفاعل. لدينا رسالة تقول هؤلاء المندسين والخونة والفاسدين هم الأحزاب ذيول أمريكا وإيران والمرجعية ذو وجهين، الفاسد
وبراءة وقادة الدولة. لا تنسوا أننا مستمرون لحين موتنا، إن كنتم تريدون الموت فنحن مستعدين خوض الحرب. طيب نرجع ونقول، السلمية هي خيار الشعب، ابتعدوا عن العنف لأن هو هذا اللي يريدوه، هذا ما تسعى إليه أحزاب السلطة، هذا ما تسعى إليه الحكومة، يكون هناك ذريعة من أجل تدويل قضيتهم وتصويرها للعالم على أنها قضية إرهاب. واخترقت المظاهرات، مظاهرات الناس كانت سلمية طول الفترة اللي فاتت، حاليا صار بها سلاح وتستغل وتروج قنوات إعلامية كثيرة لدى هذه الأحزاب والسلطة، وسيفعل بالمتظاهرين أكثر مما فعل بهم عشرات المرات. السيد مبروك من الإمارات قرأنا رسالة، نقول للأهل في العراق، في العراق الغالي والأحرار، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله ورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سميرة فيصل الشمري شكرا لك. يورثها رسالة طبعا في آخر الدقيقة، حقيقة نحاول قراءة قدر الإمكان. أحد الأشخاص هيثم من عمان تحديدا يرسل التحية إلى قناة الرافدين وكل العراق والعراقيين، نقول لأبنائنا الأبطال نحن معكم من أول يوم 25. للعلم طبعا وهذه مغالطة، سأكمل قراءة الرسالة، الثورة بدأت من يوم 11 يا جماعة وليست 25 أكتوبر، يعني حرام أنه الدماء التي سالت في أول أيام الثورة تنسى، لأن هناك ترويج خاطئ أنه الثورة بدأت يوم 25/10. من 1 أكتوبر بدأت الثورة في العراق وانطلقت وانتشرت وتعرضت إلى قمع شديد، هدأت قليلا وعادت في 25 تشرين. حتى لن يعني أكو ناس فقدت أرواحها وأصيبت في الأيام الأولى وهم كانوا خارجين بشكل أيضا نفس الهدف، فيعني هذه المعلومة المغلوطة أرجو أن تصحح. يعني رغم بعدنا عنكم قلوبنا ودعانا وصلاتنا كل يوم لكم بالنصر والصبر على ما تعانوه من كل الضغوطات الإرهابية ومعاناتكم للجو البارد، والله لن يخذلنا حاشا لله، وسوف يلبي لنا دعاء ينصركم يا فخرنا، وانتم والإعلام في قناتكم لا تقل جهادا عن ساحات التظاهر، كل واحد من موقعه تسقط الأحزاب العميلة. تحياتي لكم. عفوا أم هيثم من عمان، شكرا لك يا سيدة أم هيثم، وشكر لجميع من شارك معنا ومن شاهدنا ومن شارك عن طريق الاتصال. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.